ومشاهدينا، مع ارتفاع نسبة هجرة الكثير من الشباب العربي إلى العالم الغربي، أصبح من الضروري والمهم جدا البحث في وسائل تساعد على دمجهم الثقافي مع المجتمعات الأخرى، وفي ذات الوقت مع المساهمة في الحفاظ على هويتهم ودينهم وأخلاقهم، وبالتأكيد العادات والتقاليد الحميدة. اليوم سنذهب وإياكم إلى السويد ونتحدث عن أنشطة جمعية مستقبل مشرق في السويد، ومعنا الناطق الإعلامي للجمعية نور الدين بولا. ويسعد صباحك نور. يسعد صباحك إسراء، والسلام عليكم وعليكم جميعا. وعليكم السلام، أهلا بك نور الدين. يعني بداية حدثنا عن طبيعة الحياة التي يعني تحيا بها الجامعة أو الجالية العربية في السويد، كيف هي؟ الجالية العربية في السويد لم تعد جالية صغيرة في الحقيقة، خصوصا مع موجات اللجوء الأخيرة، واصلا كان هناك لجوء كبير من ايام العراق، والان الاعداد في ازدياد. يعني الناس اصبح هناك مدن سويديه تقريبا الاغلبيه فيها عربيه والاغلبيه فيها مسلمه، مثل مدينه مالمو اللي تكتظ بوجود العرب والمسلمين فيها، وايضا بعض المدن او بعض الضواحي الموجوده في مدينه ستوكهولم العاصمه السويديه ايضا فيها عدد كبير جدا من العرب والمسلمين، والمنشآت ايضا التي تتبع لهؤلاء العرب والمسلمين. وموجة اللجوء الأخيرة حقيقة زادت الحاجة او زادت الحاجة لوجود مثل هذه المؤسسات التي تفضلت بتقديمها. ويعني اللاجئين الان يعني يحاولون الاندماج لنقل الاندماج. نعم انا اخشى انه افقد الصوت لانه غائب تماما من عندي. نعم لا احنا سامعينك بوضوح، تفضل. نعم، الوجود العربي في اوروبا عموما بدا بالزياد مع بدايه الازمه السوريه تحديدا، ومع بدايه الازمه في العراق ووجود يعني داعش. طيب نور الدين، خبرنا شو هي الاحتياجات اللي هي موجوده حاليا او اللي بتنقص عند الجاليه العربيه في السويد، وانتم عم بتحاولوا من خلال جمعيتكم جمعيه مستقبل المشرق انكم تسدوا هذه الاحتياجات. الاحتياجات، نعم، الاحتياجات اللي بتنقص الجالية العربية في السويد، وانتم من خلال الأنشطة اللي عم بتقوموا فيها بتحاولوا سد هذه الاحتياجات. نعم، الاحتياجات التي تنقص هي المحافظة على الهوية العربية والإسلامية. نعم. وترسيخ وجودها، إضافة إلى بعض اللوازم التي يعني المجتمع السويدي يقدم للاجئين كثير من الخدمات التي يحتاجونها، لكن يبقى هناك نقص في عدد من الخدمات الخاصة أو النشاطات الخاصة بالجالية العربية والإسلامية التي لها خصوصيتها، خصوصا بما يتعلق بالدين والهوية العربية، مثل موضوع اللغة العربية ومثل موضوع الثقافة الإسلامية والتراث. أكيد، يعني دور نور الدين هذه الجمعية، يعني جمعية الشرق الموجودة في السويد، دورها في دمج ربما المهاجرين الجدد اللي قد يعانون من صدمة نفسية، صدمة ثقافية اجتماعية للوهلة الأولى للهجرة مثل هيك بلد يعني بعيد ربما عن الثقافة العربية والإسلامية، هل هناك خطط لدمج هؤلاء؟ بالتأكيد الخطط موجودة من قبل الحكومة، وهي خطط فعالة وتساعد بشكل كبير، والحكومة السويدية بالفعل تقدم خدمات حقيقية. عندما يمدح أو تمدح الحكومة هنا فهذا المدح تستحقه، ولكن هذه الخطط لا تعبأ بالهوية العربية ولا تعبأ أبدا بالهوية الإسلامية. كجمعية يعني الجمعية ذاتها نور الدين، الجمعية ذاتها. نعم. الآن هنا أصبحت الحاجة ملحة لوجود مثل هكذا جمعيات تفسير هذه الهوة الموجودة بين ما تقدمه الحكومة من خدمات وبين ما علينا ما يتوجب علينا كناشطين أو كصحفيين لإنشاء هذه الجمعيات. الخطة الآن الموجودة من لجمعية مستقبل مشرق أو التي نسعى إليها هي تغطية كافة النشاطات التي تساعد الناس على العيش في المجتمع السويدي بطباعهم وبعاداتهم وبتقاليدهم العربية والإسلامية التي اعتادوا عليها في بلدانهم. يعني نحن نقدم أول وأهم ما نقدمه
هو الدروس العربية للأطفال. حقيقة الطفل العربي هنا جميل. بمجرد وصوله، وكما تعلمون أنه الطفل يبدأ باستيعاب اللغة بشكل مبكر صحيح. أكثر من غيره. نعم. الكبار كبار السن عندما يأتون إلى هذه البلدة يكون قد اكتمل لديهم، قد اكتملت شخصيتهم وقد اكتملت أفكارهم ورؤاهم، و يعني أصبحت شخصيتهم العربية والإسلامية كاملة. الآن الأطفال هم التحدي الكبير، لأنه يعني قد فتحوا أعينهم على مجتمع جديد بقيم جديدة تختلف تماما اختلافا جذريا عن القيم الموجودة في بيئتهم، ولم يعد الأب هنا يملك السلطة والقدرة على تربية ابنه بالطريقة ذاتها التي كانت يربي فيها ابنه في المجتمع العربي. أكيد الصعوبات تزداد. طيب نعم. نور الدين، يعني حدثنا عن موضوع تعليم الأطفال اللغة العربية، حدثنا عن أنشطة أخرى أيضا بتمتاز فيها جمعية مستقبل مشرق. نعم، نحن نقدم كل الخدمات التي تساعد على تسهيل الحياة، من خدمات اجتماعية وخدمات رياضية وخدمات ثقافية وخدمات، الخدمات الدينية هي مرهونة بطلب الناس. نحن الجمعية، جمعية مستقبل مشرق، هي جمعية لجميع فئات المجتمع. نقبل وجود المسيحي، نقبل وجود كافة الأعراق، وليس فقط هي جمعية سورية. نعم. يعني الكادر أو نحن 7 أشخاص قمنا بتأسيس هذه الجمعية من شتى المحافظات السورية ومن شتى الخلفيات التعليمية، ولكن نحن نقدم هذه الخدمات لجميع العرب. طيب نور الدين، يعني مع هذه الخدمات التي تقدم للعرب في السويد، هل هناك بعض الأنشطة أو هناك خطط ربما مستقبلية لمحاولة دمج العرب مع السويديين؟ يعني هل هناك أنشطة مشتركة قد تجمعهم؟ الأنشطة الموجودة أو الأنشطة المشتركة هي، يعني أنا سأعدد بعض النشاطات التي نقوم نعم. بها. هناك ملتقى دوري ثقافي للسيدات، نعم، يسمى ملتقى السيدات بوروس، لأنه إحنا بدأنا في مدينة في بوروس، في مدينة في السويد تسمى بوروس، وإن شاء الله أتمنى أن نصل إلى لنغطي السويد كاملة. فلدينا ملتقى ثقافي للسيدات، لدينا دروس الثقافة، ولدينا دروس اللغة العربية كما ذكرت، ولدينا أيضا النشاطات الرياضية، رياضة الجودو اللي يشرف عليها بطل دولي وعربي سوري، الآن أصبح هو حكم دولي معتمد في السويد. لدينا نشاط رياضة بناء الأجسام، لدينا أيضا نشاط اللغة السويدية، تعليم اللغة السويدية. هناك مشكلة في هذا، في موضوع تعليم اللغة السويدية بالنسبة للعرب، لأنه اللغة السويدية لغة جديدة كليا على الناس هنا، وإذا لم تستطع تعلم اللغة السويدية لن تستطيع دخول سوق العمل، ودخول سوق العمل يتطلب مستوى عالي من اللغة. والمشكلة حقيقة في أنه السويدي يتحدث بسرعة كبيرة جدا يصعب فهمها، الموضوع يختلف تماما عن اللغة الإنجليزية. فنحن الآن نقدم اللغة السويدية بطريقة مبسطة وميسرة للمواطن العربي أو للوافد الجديد، تساعده على تعلم اللغة العربية بطريقة أسرع من خلال مدرسين عرب أجادوا اللغة السويدية بسرعة قصيرة، يمتلكون ربما ملكات خاصة بهم، استطاعوا أن يتعلموا هذه اللغة، بالإضافة لوجود السويديين حتى يتسنى لنا حتى يتسنى لنا تعليمهم اللغة كما هي من السويديين، يعني يكون هناك مدرس سويدي ومدرس عربي. أيضا هناك ما يسمى السبروك كافيه، السبروك كافيه هو المقهى اللغوي، كمان هذا نقدمه بشكل دوري ومستمر للناس أو للمتعلمين. هو عبارة عن، بالإنجليزية ممكن أن نسميه conversation cafe، يعني هو اجتماع للمحادثة ومخالطة السويدين والتعرف عليهم. نعم، يعني نور الدين يمكن يبقى التحدي الأكبر في السويد لدى العرب هو موضوع اللغة وحرز اللغة، إن كسر هذا الحاجز سيكون هناك اندماج أكبر في هذه الثقافة الجديدة. نعم، نعم. كل الشكر لك. نقدمها نعم سريعاً. نعم سريعا، من النشاطات التي نقدمها هي نشاطات السمهله، السمهله تعني مجتمع باللغه السويديه، ونقوم بشرح بتشريح المجتمع السويدي امام العرب بلغتهم الام، نعرفهم فيها على
على الخدمات التي تقدمها الدولة والحقوق والواجبات التي تقدمها الدولة وما يتعلق بشؤون المرأة. موضوع المرأة حساس جدا في هذه البلدة، وأيضا الطفل، الطفل هو له الأولوية في السويد. نقوم بشرح كل ما يتوجب على السويديين إيصاله للعرب، ولكن بطريقتنا نحن وبمناهجنا وبثقافتنا وبعاداتنا. يعني نور الدين بولاد، الناطق الإعلامي باسم جمعية مستقبل مشرق، شكرا جزيلا لك، جهودك مباركة أنت وجميع الشباب القائمين على الجمعية. يعطيك العافية. إذن فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نواصل معكم فقرات صباح الإيمان.